إذا مشاهدينا ما زلنا مستكملين هذه المجلة الصباحية من هذا الحدث الاستثنائي الرائع وهو معرض الشارقة الدولي للكتاب بنسخته 41 تحت شعار كلمة للعالم. هنالك العديد من الفعاليات والأنشطة اللي بتكون إن شاء الله مصاحبة لهذا المعرض، مثل ما نشوف يعني عمار يتجولون أيضا عروض التجول إلى جانب عروض الدمى، المسرحيات القصيرة، ركن الطاهي، هذا الركن المخصص أيضا بالنسبة لدولة أو جمهورية إيطاليا. يعني هنالك العديد من الأنشطة والفعاليات بنطلعكم إن شاء الله عليها، على أهم هذه الفعاليات التي ستقام اليوم واللي هو بالتأكيد في هذا الحدث العالمي والحدث الضخم وأيام ننتظرها دائما بفارغ الصبر، وهو المكان الأمثل لاستقطاب مختلف الثقافات من مختلف دول العالم لنتعرف أيضا على حضارات مختلفة، على ثقافات مختلفة، على دور نشر ممكن أيضا سواء كانت مبتدئة واللي لها باع طويل بنتعرف عليها أكثر من خلال هذه الجولة، من خلال هذه أيضا الأيام الاستثنائية وهذا العرس الثقافي المهم في إمارة الثقافة. صحيح. إمارة الشارقة. صحيح. دور النشر تشارك بشكل كبير وواسع، وفي كل عام تستقطب لنا العديد من المبدعين من سفراء القلم وبالتأكيد المؤثرين في كتاباتهم، في كل من يقرأ في مؤلفاتهم، مشاركة أمانة تثري هذا المعرض بكل ما فيه من مثريات، وبالتالي تشكل عائد جدا قيم على هذا المعرض وأيضا على زوار الكرام في كل عام يا عاشة. بالتأكيد ما زالوا أيضا ضيوفنا في الانتظار، وأيضا الآن يسعدني أن أرحب بالأستاذة إيمان إقبال يوسف مدير البرنامج العربي وسفيرة المهرجان للحديث عن مؤسسة الإمارات للآداب والنشر. أستاذة إيمان صباحك ثقافة من عاصمة الثقافة. صباحك ثقافة، صباحنا فعلا تشرق فيه الشارقة على العالم بكلمة رائعة توحد كل المثقفين والمبدعين والبشر على هذه الكلمة. صباحنا أول يوم المعرض. جميل. يا مرحبا. إذا كلمة للعالم تجمعنا لهذا العام في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فماذا تقولون عن مشاركتكم هذا العام؟ هذا العام نتشرف ونسعد بالمشاركة في الدورة 41، رقم مميز، دورة مختلفة، شعارها حتى مختلف ويكاد يتماهى مع فكر مؤسسة الإمارات للآداب. نحن في مؤسسة الإمارات للآداب لدينا مجموعة وحزمة من المبادرات، من ضمنها دار ألف وهي دار نشر تدعم الكتاب أينما كانوا أينما حلوا على أرض هذا الوطن المعطاء، وعندها مبادرات أيضا داعمة للترجمة. هناك عدد من الإصدارات بدأت فيها الدار واللي تتوفر أيضا في جناح الدار في قاعة 6N24. نعم جميل. مؤسسة الإمارات للآداب وأيضا النشر، وهذا دورنا أيضا من خلال برامجنا أن نحن نستفيد ونتعرف أيضا عن هذه المؤسسات وعن دور النشر المشاركة في هذا المهرجان. فلو نتحدث أيضا عن هذه المؤسسة ودورها من خلال العملية الثقافية وبالتحديد أيضا النشر سواء كان للكتب أو حتى الإصدارات المختلفة. اللي حابة أقول أن جهود الشارقة جهود رائدة متمثلة في هذه الشارقة للكتاب سواء كان في المعرض أو طوال العام، ومن خلال اقتباسات كثيرة ومواقف كثيرة ومبادرات خاصة لسمو الشيخة بدور القاسمي، النشر يقع جزء من منظمة متكاملة ما يكون مقتطع من الثقافة، فهذا تدركه مؤسسة الإمارات للآداب وكانت جزء منه. لذلك عندنا مبادرات ترجمة، مبادرات نشر، عندنا مهرجان طيران إمارات للآداب كجزء من مبادراتنا، لدينا الكثير من المبادرات أيضا التي تدعم اللغة العربية، من ضمنها كان قبل كم من يوم بس أول مؤتمر في الإمارات وفي منطقة الخليج العربي يدعم ويكي عربية، المحتوى اللغة العربية أو المقالات المكتوبة باللغة العربية في الويكيبيديا. فتم إثراء هذه المقالات وزيادتها في السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة جدا ما يخص المحتوى الخاص باللغة العربية. طبعا عندنا بعد مبادرات خاصة في المدارس، مبادرات المؤسسات العقابية والإصلاحية، فمبادرات لا حصر لها في كل ما يدعم الثقافة، حب الكتاب، الكلمة المكتوبة والمقروءة وأيضا اللغة العربية. جميل جدا. أنا أريد أن أتحدث عن الإصدارات الموجودة أمامنا الآن. أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية، نتحدث عن هذا الإصدار، ما هو؟ لما بدأت الدار وقبلها مؤسسة الإمارات للآداب كان من بين أهم المعايير اللي تعمل من خلالها هو دعم ليس فقط الكلمة ولكن إدراكها أن
انك تزرع حب الكتاب والكلمة المكتوبة عند الطفل أهم وايد من أي شيء ثاني. نعم. يعني هذا الكتاب في مجموعة قصصية من قبل أطفال من عمر 12 سنة و8 سنوات. نعم. فأيضا جميلة هذه المبادرة وتكون داعمة لأفكار وإبداعات أيضا الأطفال. صحيح. كان هناك حراك جميل جدا لأن كانت الطفل بمجرد ما يدرك أنه ممكن يكون كاتب واسمه يطلع في كتاب منشور ومكتوب وأيضا مترجم إلى اللغة الإنجليزية واللغة العربية، وإن شاء الله يعني في أجندتنا القادمة الكثير من اللغات وبنفتح على العالم أكثر وأكثر. ففكرة أن الطفل يدرك قيمة هذه الكلمة اللي يكتبها ويكون هناك مسابقات وحراك ثقافي حقيقي في المدارس، هذا الشيء كنا إحنا نأمل فيه. جميل. طبعا الكتابين الآخرين لا لكاتبات ليسوا أطفالا. فعنا اللي هو بس هو موجه للطفل. فعنا كتاب Ashes Pearl، هو الكتاب بعد لا علاقة بالهوية الإماراتية باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية، لكنه يحمل الكثير عن القصة والفلكلور والهوية الإماراتية للكاتبة جوليا جونسون اللي اشتغلت على التصميم ورسومات كاتبة ورسامة إماراتية ميتا الخياط. جميل. نعم. نعم نوجه لهم أكيد تحية. طيب أستاذة إيمان، كيف يتم احتضان هذه المواهب خاصة؟ يعني هنالك مواهب شابة، لكن بالنسبة للأطفال كيف يتم احتضان أيضا مواهب هذه الفئة وأفكارهم وإبداعاتهم الكتابية؟ اللي يستوي في مؤسسة الإمارات للآداب هو شبكة من المبادرات، وكل مبادرة في هذه الشبكة تدعم وتتكامل مع غيرها. فإذا بدينا في مبادرات المدارس، هناك عدد كبير من المسابقات، مسابقات خاصة بالكتابة، كتابة الرسائل، أنا حابين نردهم مرة ثانية لشيء أبعد ما يكون عن الشاشة، فيكتبون الرسائل بخطوط أيديهم. لازم هناك مسابقات شعر، بعد ما يفوزون هؤلاء الطلاب أو اليافعين يتوجهون لدار النشر فيتم نشر كتبهم، يتم الترويج والتسويق إليها، يتم الترجمة. الموضوع متصل أيضا مع مهرجان سنوي نقيمه، هو مهرجان طيران الإمارات للآداب. فهناك مشاركات لهؤلاء الأطفال، هناك جلسات كثيرة تدعم أدب الطفل في كل فئة عمرية مختلفة، هناك جلسات للكبار، هناك دعم لقضايا المرأة للكتاب الإماراتيين سواء كانوا ناشئين. هناك أيضا ما أحب أن أتكلم عنه ويسمى الفصل الأول، برنامج زمالة الإمارات للآداب والصديقي للكتاب. هذا هو البرنامج الأول من نوعه، ينطلق من الإمارات للعالم، يتكلم عن الزمالة في الكتابة الإبداعية. جميل. زمالة في الكتابة الإبداعية. Yes. Creative Writing Fellowship. وما عندنا هالشيء في الوطن العربي، يكاد يكون نادر جدا وخاصة في الإمارات ومنطقة الخليج العربي. ممتع. بدينا فيه ندعم هؤلاء الكتاب، نختار كل سنة تقريبا ما يقارب 10 كتاب فائزين من مئات من يتقدمون بمسوداتهم الأولى، ويكون برنامج إرشاد مكثف على يد كتاب فائزين بجوائز وعالميين، ويترجم ويسوق للكتاب على مدار سنة كاملة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا أريد أن نعود بالحديث عن كتاب أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية. ذكرت بأنكم حرصتوا على أن يدرك الطفل قيمة ومعنى الكلمة التي يكتبها، فكيف قستم هذه المستويات الإدراكية لدى الأطفال؟ كيف كانت ردود الأفعال والاهتمام الكبير من الأطفال الذين شاركوا في هذا الكتاب؟ هناك أكثر من تقسيمة سواء كان لهذا الكتاب أو لأي كتاب آخر، سواء كان في دار النشر أو مبادرات المدارس. فكرة التقسيمة حسب الفئة العمرية، لأن نعي أن ما تقدر تجمع بين طفل صغير ويافع، وحتى إحنا عندنا التقسيمات تكون من 3 إلى 5 سنوات، 6 إلى 9 سنوات، ما يزيد عن 9 سنوات، فنراعي الفرق. هذا أول شيء. الشيء الثاني أو التقسيمة الثانية، المواضيع اللي يكتبون فيها، يعني إحنا نحاول أن يكون هناك وعي بما يحدث حولهم، المواضيع اللي هي المفروض أن يكون عندهم فهم أكبر لها ويترجم بشكل مكتوب ومقروء ولغوي عالي السرد أو عالي البلاغة. فمن مثلا من ضمنها كان مواضيع البيئة، مواضيع الاستدامة، مواضيع كتابة رسائل إلى شخص آخر. فكرة أن إحنا ندعم خيال الطفل، فلما يكتب رسالة إلى شخص مثلا إلى صديق قديم، يعني احنا الدورة القادمة ان شاء الله من المهرجان ثيمتها او شعارها هو Old Friends او خير جليس. ففكرة ان يدرك الطفل من هو الصديق،
صحيح. شو يعني صديق؟ ممكن تكون الأم، ممكن يكون الكتاب، بعض الأصدقاء ممكن يكون معك فترة من حياتك ويأثر فيك وخلاص يطلع. فإحنا نكون في سلام بهذه الفكرة، زرع هذه الأفكار وعقب يكتبون الرسائل لأصدقائهم حتى لو كانوا متخيلين، هذا يعني الكثير سواء كان للطفل الحين أو لاحقا لما يكبر ويكون هذا الوعي جزء منه. نعم أستاذة إيمان، يعني في بعض الأحيان المعارض تكون سبب في استكشاف بعض المواهب، سبب في اكتشاف بعض المواهب وأيضا احتضان هذه المواهب سواء كانت للأطفال أو حتى الشابة. هل هنالك من مبادرات لربما تكتشفون من خلالها وخاصة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بعض هذه المواهب الدفينة؟ هناك شيء وايد بسيط ولطيف احنا سويناه السنه معانا في الدار، في جناح دار النشر، ان يبنى احد زملائنا يرتدي شعار الدار على شكل وايد لطيف اللي هو الف او القزم. فحتى وايد كانوا اطفال من طلبه المدارس يتوقفون ويسالون. ففكره ان دائما تبدا الكتب الجيده المفكرين الفلاسفه يبدون بسؤال بسيط. سوينا هالفكره لان الطالب هو بنفسه يسال، هو بنفسه ينتبه للدار ويتوقف للسؤال. من بعدها طبعا ممكن انه يدخل سواء كان في احدى هذه المسابقات، كتابه الرسائل، الشعر، التدوين، شوي لو يكون اكبر ممكن يدخل في برنامج الزماله يقدم عليه. الحين مفتوح الباب للدوره الثانيه من برنامج الزماله، فنحن نحتضن هؤلاء. وبعد من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع كل التفاصيل موجودة، فريقنا مجموعة من الزملاء الودودين اللي جاهزين يساعدون في أي وقت. ممتاز. إذا في المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام، هل تستهدفون الأطفال فقط أم هناك فئات أخرى تستهدفونها؟ نحن ندرك أن التأثير الأكبر يكون في الأجيال القادمة، وندرك أن اليوم تصل إلى مرحلة أن الطفل يقرأ كتاب بنفسه ويتكلم عنه أو يتعلق في كاتب أو كتاب صعب. لذلك نركز على الأطفال واليافعين، لكن مبادراتنا تمتد إلى الجميع، وهناك حزمة من المبادرات المتخصصة أيضا للكبار. لو كنت كاتب ناشئ، لو عندك مسودة أولى، لو حاب تتعرف على هذا العالم، لو كنت أي شخص، دائما ستجد مبادرة مفيدة وملهمة لك خلال مؤسسة الإمارات للآداب. طيب أستاذة إيمان، دعينا نتحدث عن هذه المبادرة في هذا المعرض اللي هو معرض الشارقة الدولي للكتاب. يعني وجود مؤسسة الإمارات للآداب والنشر في هذا المعرض كيف يكون؟ ما هي مهام أيضا هذه المؤسسة؟ هناك الكثير من المهام الخاصة وتتقاطع مع فكرة كلمة للعالم. نعم. يعني مع ثيمة المهرجان أو عفوا المعرض لهذا العام ولهذه الدورة، أدركنا أن الفكرة أنك تصل إلى العالم. كيف تصل إلى العالم إن لم تكن متوافق مع هويتك؟ وكيف تصل إلى العالم إن لم كنت تتحدث بأكثر من لغة وكنت تدرك أهمية الترجمة؟ لذلك نوفر مجموعة من الورش، نوفر أيضا حفلات توقيع لكتاب دار النشر. هناك تواجد لأكثر من كاتب على منصة الجناح أو على منصة الدار خلال أيام المعرض، وهناك عدد إن شاء الله من التوقيع مع تعاون مع أكثر من دار نشر أخرى، مع مترجمين آخرين، مدققين ومحررين. لأن فكرة المعرض تتعدى فقط كونك أنت تقدم، هو مسألة عطاء وأخذ، وهذا التبادل الجميل هو اللي يميز معرض الشارقة للكتاب. هناك حراك ثقافي حقيقي، وناس ما تقدر تشوفهم وتلتقي فيهم شخصيا إلا من السنة للسنة في المعرض. جميل جدا. طيب أنا عندي سؤال جدا مهم صراحة، ويعني أحتاج إلى إجابة، لأني أنا من ضمن الأمور التي سأسعى جاهدا في أن أحققها في هذا المعرض أن أحصل على توقيع كل كاتب من الأطفال المشاركين في هذه الإصدارات أو في هذا الكتاب. هل هم متواجدين في المعرض؟ سيكون متواجد، أنا ما أعرف يكون مع بعض في نفس الوقت لظروف خاصة فيهم، كل حد من إمارة وظروف المدارس والدوامات لأولياء أمورهم، لكن سيكونوا متواجدين على شكل متقطع. بإمكانك نفس ما قلت لك، بما أن يعني زملائنا ودودين جدا ومساعدين، بإمكانك أنك تحرص على وضع نسخة خاصة بك بحيث أن يتوقعون النسخة كل ما يكون حد متواجد، وفي نهاية المعرض بإمكانك استلام النسخة. إن شاء الله طبعاً. نعم. فلو نتحدث أيضاً عن المبادرات الأخرى، في كل مؤسسة وفي كل جناح لابد من مبادرات تهم أيضاً الزائر أو السائح أو حتى كل من يأتي إلى هذا العرس الثقافي. الجدول أو الأجندة المتعلقة بمؤسسة الإمارات ما هي؟
تمام. هناك جدول أنا حابة أن اللي يزور موقعنا يتعرف عليه أو حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بس مثل ما قلت بيكونوا متواجدين كتاب الإصدارات الثلاثة المختلفة على المنصة في أوقات مختلفة تماما. هناك عدد من الورش لبعض الكتاب اللي حابين أن نشتغل معاهم في المستقبل. الشيء اللي بعد شغالين عليه، ممكن بنفتح باب أن هناك ورش أو تدريب معين لمن يريد أن ينضم إلى فريق ويكي عربية، بحيث أنه يكون بمجرد ورشة بسيطة جداً قادر ولايسنس أو مرخص أنه يكتب مقالات ويعرف كيف يتعامل مع المصادر الخاصة باللغة العربية على شبكة الإنترنت، بحيث يقدم مقالات بحثية وتعريفية كثيرة أيضاً بكتاب الأجنحة المختلفة أو المعرض. فيكون هناك إثراء بالنسبة للغة العربية أو للكاتب العربي أو المحتوى العربي على الإنترنت بالتماهي مع المعرض. فهذا الشيء بعد بيكون يعني طوال أيام المعرض إن شاء الله. جميل. نحن سعيدين جدا في قبول دعوتنا في هذا اليوم وفي صباح الشرقية من أرض معرض الشارقة الدولي للكتاب أستاذ إيمان، شرفتينا وامتعتينا في حديثك، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في أيام المعرض إن شاء الله في الفترة القادمة، وأن تستهدفوا أكبر فئة إن شاء الله من زوار هذا المعرض. شكرا لك وما قصرتي. شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيكم. شكرا. بالتأكيد مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وفي هذه النسخة بالتأكيد هناك دور نشر تشارك وكتاب أيضا يبدعوا في كتاباتهم، وراح ناخذ معاكم جولة ووصلة مع زميلنا محمد النقبي، واللي راح نتعرف من خلاله أيضا على إحدى زوايا هذا المعرض. نصبحك بالخير يا محمد ولك الكلمة. صباح النور زملائي في الاستديو، وصباح جميل ومختلف من الإمارة الباسمة إمارة الشارقة. متواجدين في مركز إكسبو الشارقة لننقل لكم أجواء معرض الشارقة الدولي في نسخته الجديدة 41 تحت شعار كلمة للعالم. نعم، الكلمة قادرة على أن تصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أجمل ما في الفترة الصباحية هي زيارة طلبة المدارس، ومن هنا مشاهدينا الكرام ومن أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب يسعدني أن أرحب بمصطفى حسن البحيري صاحب دار فلافي للتوزيع. حياك الله ويانا. أهلا وسهلا بك. أهلا، شرفتونك. بداية نبارك لك انطلاق هذا العرس الثقافي من إمارة الشارقة. يعني مبارك لنا وليك ولكل المشاركين ولكل الزوار إن شاء الله. بداية إن شاء الله موفقة وبداية هائلة جدا، وأنا شايف رحلات مدارس كتير جدا مع أول يوم، وده شيء يعني يبشر بالخير إن شاء الله. ذكرت لي قبل المقابلة بأن هذه أول مشاركة لك، كيف رأيت معرض الشارقة الدول الكتاب في أول أيامه؟ الحقيقة دي أول مشاركة لي فعلا في معرض الشارقة. الحقيقة أنا شايف تنظيم هايل وكل شيء ميسر للمشاركين، وشايف حضور من أول يوم الحقيقة يعني مبشر جدا. ألاحظ أيضا حتى ازدحام طلاب المدارس عندك، كيف رأيت هذا الانطباع؟ والله الحمد لله الانطباع كويس جدا، والجمهور متقبل المنتج بتاعنا، خاصة ان هو منتج مصري بطابع مصري مختلف شوية، لكن انا شايف الكل متقبله بشكل كويس قوي الحمد لله. الاحظ ايضا عندك العاب متميزة، حدثنا عن مشاركتك في معرض الشارقة الدولي للكتاب. الحقيقة احنا شركة فلافي بير شركة مصرية بتنتج ثلاث انواع من المنتجات، بننتج بازلز وبننتج العاب جماعيه والعاب تعليميه. لو حبينا بس نشوف مثال واحد مثلا من الالعاب الجماعيه، هي كلها العاب بتنمي المهارات، كل لعبه منهم بتنمي مهاره معينه عند الطفل. عندنا مثلا العاب بتنمي التركيز، عندنا العاب بتنمي سرعه اتخاذ القرار، عندنا العاب بتنمي الذاكره. كيف مثل هذه الالعاب والالعاب الاخرى تنمي مهارات الطفل؟ احنا كل لعبه من الالعاب ديت لعبة جماعية، بنحاول ان احنا نخلي الطفل يشترك مع زملائه في اللعبة، وكل لعبة بتهدف لتنمية جزء معين. اللعبة اللي احنا شفناها دي للتركيز، عندنا ألعاب لتنمية الذاكرة، عندنا ألعاب تانية لسرعة اتخاذ القرار. ده بخلاف ان احنا عندنا ألعاب تعليمية، احنا بنحاول ان احنا نعلم الطفل واحنا بنلعب. احنا السلوجان بتاعنا بيقول وي بلاي تو ليرن، احنا بنلعب بس واحنا بنلعب احنا بنتعلم. ممكن تستعرض لنا لعبة أخرى غير هذه اللعبة؟ تمام. دي أحدث لعبة موجودة عندنا، لعبة اسمها ريكول. ريكول بتتكون من 70 كارت، كل كارت احنا عندنا منها الحيوانات وعندنا منها البلاد. كل كارت لواحد من الحيوانات أو الطيور أو الأسماك. كل متسابق بيسحب كارت، ومطلوب منه خلال 20 ثانية إن هو يصور الكارت ده جوه
ذاكرته. بعد ال 20 ثانية بنقلب الكارت وبيرمي زهرة، الزهرة دي 6 أرقام، في على ظهر الكارت 6 أسئلة. حسب الرقم اللي بيطلع في الزهرة بيختار بيجاوب على السؤال. لو قدر يجاوب على السؤال صح يبقى الكارت ده بتاعه وتبتدي اللعبة تلف، لو ما قدرش بيرجع. أكتر واحد بيقدر يجمع كروت يبقى هو الكسبان. اللعبة دي ميزتها إن أنت مش محتاج إن يكون عندك معلومات، لا أنت بتكتسب معلومات من خلال كل كارت، وفي نفس الوقت بتزود الذاكرة البصرية عندك. فعلا اللعبة لها تركيز عالي. أيضا كيف يتم اختيار هذه اللعبة وخاصة لأعمار الأطفال؟ الحقيقة احنا عندنا قسم موجود في الشركة لتنمية وتطوير الألعاب، بيبتدي من أول الفكرة ويبتدي يطورها ويبتدي يشوف هي مناسبة لسن قد إيه، وبعدها بيبتدي المصممين عندنا ينفذوا الديزاين بتاع اللعبة عشان يتناسب مع الفكرة اللي ماشية معاها ومع السن بتاع الأطفال اللي موجود ده. احنا الحقيقة بننتج ألعاب ومنتجات بأربع لغات، بالعربي وبالإنجليزي وبالفرنش وبالدوتش. فعلا ألعاب جدا مميزة من خلال هذه المشاركة في معرض الشارقة الدول الكتاب. الأخ مصطفى كل الشكر والتقدير لك ويانا في هذه النقلة مباشرة من برنامج صباح الشرقية. أشكركم جدا وشرفتونا وموفقين إن شاء الله. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، هذه كانت نقلتنا من أروقة معرض الشارقة الدول الكتاب، والآن عودة للزملاء في الاستديو. إذن مشاهدينا الكرام بالتأكيد شكرا للزميل محمد النقبي على كل ما قدم في هذه الوصلة، وكان له فرصة في أن يتعرف ويلتقي بدور النشر وأيضا الكتاب المشاركين في المعرض لهذا العام، وبالتأكيد للوصلات بقية بإذن الله عاشة في أن إن شاء الله نطوف بأرجاء هذا المعرض ونتعرف على المزيد بإذن الله. نعم، وأيضا لقانا إن شاء الله يتجدد بالمشاهدين يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية، بحيث أن نحن أيضا قد ما نقدر نحاول أن نحن نغطي أكبر قدر من المستطاع، سواء كانت من دور نشر، من كتاب، من مثقفين، من أدباء، إلى جانب الفعاليات والجولات اللي تكون على مدار الساعة وطيلة افتتاح أيام أو أوقات المعرض. فهذه مشاهدين أكيد فرصة لحضور هذا المعرض والاستمتاع بأجمل الأروقة الثقافية في هذا المعرض المميز في الحقيقة. صحيح، فبالتأكيد نشكر جميع المشاهدين لمتابعتهم لنا في صباح الشرقية من أرض معرض الشارقة الدولي للكتاب ومن الإمارة المستنيرة، على أن أمل إن شاء الله نلقاكم غدا بنفس التوقيت، وإن شاء الله سوف نطوف معكم في ما تبقى من أرجاء هذا المعرض، وأيضا نستضيف نخبة من الأدباء والمفكرين والكتاب لنتعرف على المزيد إن شاء الله ونلتقي بالعالم وتكون لنا كلمة للعالم. نعم، إذا مشاهدينا إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عيشة الأنصاري وتحيات زميلي عمر أحمد وجميع طاقم العمل، مع السلامة. شكرا لكم.